وأهم مرحلة. لو جربتوها حتصير إدمان، كتير طيبة وبتشهي. جربوها وبالعافية علينا وعليكم. واو، في البداية راح نقطع الكوسة طبعا شرايح، تقريبا الحبة ثلاثة لأنه أنا الحبة عندي مش كتير صغيرة. ونجهزها للقلي. طبعا بتقدروا تسلقوها، ولكن دايما القلي ألذ. زي ما انتوا حابين، في النهاية اختياري راجع لكم. يعني مثلا لو واحدة مسوية دايت أو حابة تخفف زيت عادي ممكن تسلقها، بس أنا دايما بلاقي القلي بهالوصفات أطيب. راح أسخن الزيت على بال أخلص تقطيع وأبدأ على طول القلي. هنبدأ القلي زي ما حكينا، بتقدروا تسلقوها ولكن أنا بحب القلي. راجع لكم حسب رغبتكم. هنسوي هنا حشوة اللحم، حفظنا حشوة اللحم، زيت زيتون وبنقلب فيه البصل. طبعا بنقلب الزيت لحد ما يبرد. طبعا بدي اضيف تومة، بستنى التومة ما اجت، راح نضيف اللحم لانه البصل حينحرق. هنقلب وبعدين بنحط التومة. أكيد حضرته بهاراتي، ملح فلفل أسود، كزبرة وكمون، شوية زنجبيل. ما تكتفي بهارات دائما على الأكل، بيغير طعم الأكل، بيغير طعم اللحم، خاصة اللحم. بحس إنه إذا أكثر من هيك بهارات، يعني إلا في بعض الوصفات طبعا. طبعا هذا الملح، لما يكون عندك فلفل رومي ضيفيه على أي حشوة لحم حتعمليها وما حيغير النكهة، حيعطي طعم كتير طيب. إذا كان بينفع ضيفوه. وما حطينا تومة، اللي ما بيحبوا التومة يلا انبسطوا. وإجت التومة عادي حنحطها في النهاية مو مشكلة. هما كلهم سنين تومة وبيدوبوا بسرعة. راح أسوي البيشاميل، عندي هنا زبدة نضيف عليها زيت. عندي هنا نص كوب طحين، راح نقلبه لحد ما تطلع ريحته. الطعم الطيب في البشاميل بيجي من تحميص الطحين، لازم تحمصوه لحد ما تطلع ريحته، مش على طول تحطه فوق الحليب. انا هنا حطيت 50 جرام زبدة. زيت صراحة ما عايرت، ولكن ممكن كتير شوية، ولكن لاحظت انه لما بكتر الزيت ما بيتكتر البشاميل وبيعطي طعم اطيب. تقدروا تقللوا الزيت حسب ما انتوا تحبوا، ولكن دائما الحاجات اللذيذة دائما دسمة. بدأ يتغير لون الطحين على بني كده شوية، راح اضيف الحليب وحركه. طبعا النار متوسطة مش عالية، حركه سريع. كمية البشاميل اللي بنحتاجها للكوسة بالبشاميل أقل من المكرونة، فأنا بس حطيت لتر حليب مع تحريك مستمر. طبعا حنضيف له كريمة أو قشطة أو جبن كاسات زي ما أنتوا تحبوا، حنضيف بيضة، هذا ضروري للبشاميل بيعطيه الطعم الطيب. واستمروا بالتحريك، لما تكون النار مش عالية ما بيكتر معاكم أبدا. لازم أضيف أنا للبشاميل فلفل
ويفضل فلفل أبيض، بس ما عندي حطيت أسود. وطبعا لازم أضيف ملح شوية. خلاص كده عندي، شوفوا شايفين القوام. طبعا راح أضيف كريمة تقريبا نص كوب، ممكن تضيفوا بدالها قشطة أو ممكن تضيفوا بدالها جبن كاسات معلقتين. وأهم حاجة بالبشاميل يا جماعة البيض، بالعادة أنا بضيف حبة، اليوم حطيت حبتين، بيعطي البشاميل طعم كتير طيب. وعلى فكرة ما بيطلع طعمه، يعني ما تخافوا، ما بدكم لا تحطوا، ولكن كتير بيفرق بالطعم كتير. وهذا القوام عندي، لو حابينه أخف عادي ممكن تزيدوا الحليب، بس أنا اليوم لأنه راح أديها على طول فحتكون سايل هيك أحسن. رصيت هنا كوسة وراح أضيف عليها شوي بشاميل. ما حطيت طبعا في الصينية زيت لأنه أنا قليعها، فخلص بكفي. هضيف حشوة اللحم، طبعا كل ما كان اللحم أكثر كل ما كان ألذ في أي حاجة. هنرص كمان طبقة من الكوسة. هضيف باقي البشاميل. وطبعا لما نعمل شوية جبن موزاريلا، تعرفوا طعم البشاميل زي اللي كانت تعمله امي الله يعطيها الصحة والعافية. لما انا اكلت عندها مرة البشاميل قلت لها قد ما بعمله مش زي اللي انت بتعمليه، قالت بتحطي بيض، قلت لا، قالت حطي بيض وشوف الفرق. ولانه اليوم كترت البيض حطيت حبتين، فالطعم زي اللي كانت تعمله بالضبط الله يعطيها الصحة والعافية يا رب. طبعا هنا شوية اوريجانو كمان. وبندخلها الفرن، طبعا كله مستوي ما بتاخد وقت. واحلى صينية كوسة بالبشاميل لعيون متابعيني، اللذاذة طالعة من الصورة. يلا نسكبها. مين جربها من قبل ومين بيحبها؟ رهيبة رهيبة، لازم تجربوها. وأهم مرحلة، لو جربتوها حتصير إدمان، كتير طيبة وبتشهي.